معاكم رغدة الشيمي على الراديو 90-90، وبعتذر لكم عن عدم وجود زميلتي العزيزة رضوى حسن، وبكلم معاكم عن ريادة الأعمال 2020-2021. يمكن أهم حاجة بيدور عليها صاحب الفكرة أو صاحب المشروع التمويل، رأس المال. عايز أبدأ مشروع فأنا محتاج أوفر لنفسي التمويل والاستثمار، أوصل له إزاي؟ وعشان نعرف في 2021 إيه الاستثمارات المتاحة، إيه الفرص المتاحة، لازم نرجع ورا كده ونرجع لعشرين عشرين ونعرف حصل إيه في الاستثمار في مجال ريادة الأعمال. عشان كده معانا أستاذ لؤي الشواربي، شريك مؤسس في أليكس أنجل نتورك وصندوق الإسكندرية للاستثمار. مساء الخير أستاذ لؤي. نور، أهلا وسهلا. الحمد لله تمام، احنا بخير. يعني احنا هو على أبواب 2021، فبنراجع كده نشوف ريادة الأعمال في 2020 ايه إيجابياتها وايه سلبياتها، فقلنا لازم نتكلم في جزئية الاستثمار مع حضرتك، لأنه طبعا أي رائد أعمال بيبدأ مشروع بيفكر دايما أجيب فلوس منين، أعمل ايه. ممتاز جدا، وان شاء الله تكون سنه سعيده 2021، و2020 تكون يعني انتهت بما لها وما عليها، ومحدش برضه يكون زعلان قوي ان شاء الله، يعني مكتوبه. انما بالنسبه للاستثمارات في مجال رياده الاعمال، طبعا 2020 يعني على عكس ما ناس كثيره فاكره ان كان فيها فرص كتير وناس استثمرت كتير، لان مع الكورونا، وطبعا يعني نتمنى الصحه لينا كلنا ويعني والعالم كله، انما مع الكورونا بقت في ناس كتيره بقت فاهمه المجال بتاع الاحتياج لمجال التكنولوجيا، والشركات التكنولوجيه اللي كانت باديه وكانت بتادي بطريقه بطيئه شويه لان الناس ما كانتش معتمده عليها، مع قعده الناس كتير في البيوت ومع الحاجات المختلفه اللي حصلت اللي احنا كلنا شفناها، فناس كتيره بقت اضطرت، جزء منهم اضطر وجزء منه ابتدى يعني لما اتعود ابتدى يعني نوع من انواع مش عايز اقول يدمن يعني استخدام الشركات التكنولوجيه في احتياجاتهم المختلفه، بدءا من زوم اللي حوالين كل حته في العالم تقريبا، طول الناس طول النهار الناس قاعده بتعمل المقابلات بتاعتها والاجتماعات بتاعه الشغل بتاعتها والتدريس بتاع الجامعه بتاعها من على حاجات زي زوم مثلا، دي حاجه عالميه. ولكن بالنسبه للحاجات المحليه برضه ابتدت في ابلكيشن كتير الناس بتستخدمها عشان تطلب حاجات، مثلا بيجيبوا فاكهه، حاجات بتاعه مدفوعات، حاجات مختلفه من الحاجات المختلفه كتير قوي في مناحي الحياه ابتدت الناس تستخدمها اكتر وتعتمد عليها اكتر، وده كان مؤشر مهم جدا للشركات الناشئه لان هي في احتياج فعلي ليها وان الناس ابتدت تعتمد عليها، ومن الناحيه الثانيه ابتدت تدي مؤشرات للمستثمرين ان طالما الشركات دي في احتياج ليها يبقى دي معناها ان هي قابله للاستثمار، وان هي ابتدى المستثمرين يضخوا اموال اكثر في الشركات الناشئه التكنولوجيه بالاخص السنه اللي فاتت. وطبعا احنا بقالنا كذا سنه يعني مصر في الحقيقه عامله مجهود جامد جدا بالنسبه لمجال بالنسبه لشركات التكنولوجيا بقالنا كذا سنه، انما 2020 مع الكورونا ابتدت الناس يعني المستثمر اللي كان خايف شويه ابتدى يحط يعني فلوس اكتر ويبص على فرص اكتر، والمستثمرين اللي ما كانوش بيستثمروا في مجال التكنولوجيا ابتدوا يبصوا على مجال التكنولوجيا، ودي حاجه مهمه جدا جدا، لان احنا تقليديا في مصر برضه المستثمر مش متعود على الاسيت كلاس اللي بيسموها اللي هو نوع الاستثمار اللي اسمه تكنولوجيا، متعود على عقارات، متعود على مصانع، متعود على عملات، انما مش متعود على تكنولوجيا. فحتى يعني كتير من المستثمرين اللي ما كانوش بيبصوا على التكنولوجيا قبل كده بصوا على التكنولوجيا في سنه 2020، فدي كانت يعني حاجه كويسه جدا. اللي فهمناه من كلام حضرتك يعني انه الاستثمار هيروح اكتر لاي رائد اعمال بيفكر يربط اي مجال من مجالات الحياه بالتكنولوجيا. دي حقيقه، لان كمان في اتجاه جامد طبعا التكنولوجيا اثبتت نفسها في مجالات كتير جدا. نعم. والعصر اللي احنا فيه كمان بينقلوا فيه من انالوج لديجيتال، يعني الحاجات اللي هي كانت الناس بتعملها من غير تكنولوجيا ابتدت كلها يخش عليها التكنولوجيا. حقيقي. الحكومات كمان حوالين العالم بما فيهم الحكومة المصرية بتدعم مجال التكنولوجيا والرقمنة جامد جدا، لان التكنولوجيا مش بس يعني طبعا هي ليها efficiency من ناحية ان هي يعني بتؤدي الى كفاءة في اداء الخدمات وبتؤدي لفرص وبتؤدي لاختراق من ناحية ان هم
يقدروا يتعاملوا مثلا في كل الاماكن في وقت قليل قوي. يعني ممكن يعني الابلكيشن اللي ممكن تتعمل في اي مكان ممكن تشتغل على مستوى الجمهوريه بحالها، يعني الحاجات بالذات الصيدليات الحاجات المختلفه. يعني انا قصدي ان هي ما هياش هي بتقدم الخدمة أسرع وأسهل وفي مجال أوسع، يعني ده ممكن يكون في أكتر من دولة، يعني مش بس في محافظات مصر. لحد 2020 بالذات، لحد 2020 بالذات الحكومة ذات نفسها تشجعت، داخلة مش بتنافس بس هي كمان داخلة بتفقد من خدماتها. يعني وزارات العدل ابتدوا يعملوا توكيلات دلوقتي على الإنترنت، ما كانتش مفهومة قبل كده طبعا، أو ما كانتش يعني مسموع عنها، دلوقتي بقت موجودة. بالنسبة لوزارة الداخلية خدمات كتير جدا من الخدمات بتاعتهم بيدوها على الإنترنت، وزارة يعني لدرجه ان هم دلوقتي عاملين حاجه مسمينها جفرمنت بزنس موديول، يعني الحكومه بتدي خدمات تكنولوجيه للشركات عشان تساعدها. فطبعا المجال طبعا مستهدف يعني، وده المستقبل وده اللي احنا محتاجينه. يعني يمكن لو في موظف بيسمعنا ولسه مش مطور نفسه، يعني يا استاذ لؤي، ولسه معتمد على الطرق التقليديه، ننصحه ان هو يحاول يطور نفسه ويعتمد على التكنولوجي اكتر. واكيد في كورسز كتيره، وبدل ما هو قاعد على الفيسبوك بيضيع وقت، لا ادخل على يعني يوتيوب، مواقع كتير تعليميه ممكن تتعلم وتطور نفسك. ولا حضرتك رايك ايه؟ لا جدا جدا، بس هو في الحقيقه هي بتبقى المؤسسه هي اللي بتفرض الباترن. يعني طبعا مش هينفع طبعا اي موظف لو لا في شركه في خاص ولا في حكومه ان هو يعمل حاجه لوحده، انما هو لما التوجه المؤسسي والحكومي دلوقتي في اتجاه استخدام التكنولوجيا، فبس بنطلب من الناس انها تكون متقبله. انا اقصد ان هو يكون متقبل، ما يكونش فيه رفض. يعني اقصد طبعا انا فاهمه ان التدريب ده مسؤوليه المؤسسه او الشركه، ولكن في الاخر ساعات تلاقي موظفين يا استاذ له اي رافضين اصلا، لا لا احنا كده مبسوطين وكويسين وعايزين نشتغل بطريقتنا. لا ده قل جدا في الكام سنه اللي فاتوا، وفي السنه اللي فاتت بالاخص، لان يعني اصبح في مشاكل. يعني طبعا الشهر العقاري كعدد الناس اللي كانوا بيبقوا هناك، وكان ممكن يكون في اصابات منهم او حاجات زي كده بالظبط، فكان محتاج الشهر العقاري، وهو فعلا ابتدى يعمل التوكيلات، وحصل فعلا تطور كبير. فعلا يعني وحصل طبعا وحصل. فده العكس، ده هم محتاجين الناس تساعدهم يعمموه يعني. وفي الحقيقه الناس بعد شويه بتكتشف، وانا كنت بروح اقضي ساعه ساعتين، ما انا ممكن اعمل الحاجات دي معظمها على الاونلاين. يعني بما ان حضرتك اتكلمت عن الشهر العقاري والتوكيلات، انا كان ليا تجربه حقيقي فعلا، ونزلت الابلكيشن وعملت احجز موعد وعملت التوكيل فعلا. ففعلا بتسهل حياتنا، بدل ما اقعد استنى 90 رقم عقبال ما اعمل التوكيل، لا انا بضغطه بخلص. وكل ما التوكيل. المواطن اتعود، كل ما المواطن اتعود، كل ما كمان المؤسسه استجابت معايا. صحيح. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ لؤي الشواربي، شريك مؤسس في أليكس أنجل نتورك وصندوق اسكندرية للاستثمار. شكرا جزيلا. شكرا. احنا لسه هنكمل كلام عن ريادة الاعمال 2020-2021، وازاي ريادة الاعمال بس مش في القطاع الخاص، لا زي ما سمعنا من استاذ لؤي الشواربي، كمان الدولة الحكومة متوجهة للرقمنة، هنعتمد على التكنولوجي. ده الإيجابي في 2020، إن إحنا نبص للمكاسب اللي خرجنا بيها من السنة دي، وإن شاء الله السنة الجاية يكون في مكاسب أكتر.